السلام عليكم. اليوم نروح إلى ملعب تيزي وزو، وسوف نقف على الأشغال اللي راهي يعني صايرة حول الملعب نتاع تيزي وزو، يعني الأشغال نتاع التهيئة الخارجية نتاع المداخل والأماكن نتاع يعني الدخول تاع المتفرجين. إذن وكذلك كل لي غارد كور يعني اللي راهم يديروا فيهم حول الملعب، و يعني لحد الساعة الأشغال مازال لم تنتهي. كاين بعض الناس سقساوني قالوا لي لماذا ملعب تيزي وزو لم يدرج في الشان، بما أن الملعب انتهت الأشغال به وكان بالإمكان الانتهاء منها قبل يعني شهر أو شهرين قبل من ملعب مثلا ملعب عنابة. أنا الجواب تاعي هو أنه صحيح أن الملعب انتهت الأشغال به، لكن فيه أشغال خارجية كثيرة ما زال لم تنتهي، وهذا الفيديو يؤكد يعني واش كنت نقول، أنه فيه أشغال حول الملعب نتاع يعني المداخل والمخارج، لي سيكوريتي، لي غيشي، لي زيسباس فير، يعني لي زاكسي ثاني، المداخل والمخارج تاع يعني تاع لي زاميناجمون اكستيريور هذو. اذا هذا هو السبب اللي الملعب ما نقدروش ندرجوه في الشان، و يعني والحجم نتاع الاشغال هذه كبير، اكبر بكثير من الحجم نتاع الاشغال اللي كانت موجوده في ملعب عنابه. اذا المهم ان شاء الله الملعب هذا يكون جاهز للكام في 2025، ويكون خاصة جاهز لشبيبة القبائل في السنة المقبلة باش تبدأ يعني المقابلات في هذا الملعب، واللي يعني في الحقيقة الأشغال ما بقى لهاش بزاف. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.